ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ, ਵੇਲਾ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਸਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उमर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर। ये तो व्यूअर्स आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज ईद उल फितर का दिन है, तमाम तर दोस्तों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए दो त्यौहार साल में बहुत अहम रखे हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। ये हमें दिल से एक दूसरे को राज़ी करके सब दोस्तों को रिश्तेदारों के साथ प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए। और आज की ईद के हवाले से एक अहम मैसेज, अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ है तो उसे राज़ी करें, कोई रिश्तेदार नाराज़ है तो उसे राज़ी करें आज के दिन, और अपनी ईद को अच्छा बनाएं और अपनी ईद में दूसरों को भी शरीक बनाएं। तो आज का मेरा ये व्लॉग हमारे गांव में सेलिब्रेट की जाने वाली ईद के हवाले से है। तो चलते हैं आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईद के दिन में जो सबसे पहले मसरूफियत होती है उसमें ईद की नमाज़ अदा करनी, तो मैं अभी ईद की नमाज़ अदा करने ही जा रहा हूँ। तो आज देखते हैं जी, आप मेरे साथ रहिएगा आज का मेरा ईद का दिन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਤਕਬੀਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਸੁਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਬੀਰ ਉਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤਕਬੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, और दूसरी रकत के अंदर तकबीर उला के अलावा 5 तकबीरा होंगी। मेरे दो साथी नाल था सवा दो सवा दो सदे रकत का मिलाओ खत्म का कदम। अल्लाहु अकबर 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
सुखी बराई अल्लाह अकबर। سمی اللہ لمن حمدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقيت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله أكبر نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يسر محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم نحييته منا قريه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب غير الآسفين والعاصين قاتل بندے اللہ پریا من سارے سدے سگیرا کبیرا گناہ معاف فرما میرے اللہ سارے سبیاں کمیاں برائیاں دور فرما شہنشاہ سی بڑے گناہگار سیاکار خطا کار اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفار بھی ہے غفور بھی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سب نو معاف فرما اللہ سانو سب نو معاف فرما تیرے اللہ تیرے سامنے دم پھرائی نہیں مال کا سکے تانو خدی نا مری اللہ معاف فرما اللہ جڑے تو سب پروار دے معاملے کر عید الفطر ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر روایات ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر آتے ہیں تمام سارے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور سے منور فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی تھی، اس لیے آج کی ویڈیو میں نے اپنی گاؤں میں ہونے والی عید الفطر کی نماز شیئر کی آپ کے ساتھ، اور اپنے گاؤں کی روٹینز کے لوگ نماز پڑھنے کے بعد قبرستان آتے ہیں، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مامو جان سارے۔ اپنے بچوں کو جو دینے کو چاہیے